السلام يا اخوان، مش اخباركم؟ كل شيء مزيان؟ معكم صلاح من جديد. اليوم غادي نطرقوا لحل واحد المشكل اللي بزاف ديال الناس تشكاوني منه في الكومنتيرات، اللي هو كيفاش نعالجوا الطريقه ديال عدم اشتغال تطبيق جوجل بلاي ميوزك التابع لجوجل وحنا متصلين بالانترنت. لان كما عرفتوا مؤخرا مع التحديث الجديد ما بقاش كيبغي يخدم وانت خدام الانترنت، كيديك النيشان يربطك بيوتيوب ميوزك اللي هو ما خدامش عندنا في الوطن العربي. صلاح المدرس، قناة التقنية والموسيقى والمنوعات. سلام عليكم.